ألفة ومحبة وموروث شعبي ورقصات تراثية فرحت بها مدينة سيئون في زواج جماعي في نسخته 13 لتزويج 70 عريسا وعروسة من مدينة سيئون وضواحيها، ولم تكن كغيرها من الزواجات الجماعية التي تشهدها مديريات حضرموت في مطلع يسمى بمطلع المطالع. العروس الجماعي هذا طبعا كثير من الناس كما قلنا انه ظروفهم صعبة، فبنوا اسر جديدة وعليهم الاستقامة، فالواحد عليه يعني يكمل نصف دينه، فنصف الدين الاخر طبعا يكمل هذا بالزواج. العروس الجماعي الصراحة يعني في الوضع الراهن هذه من ناحية الاقتصادية من ناحية ذا نرغب الجميع يعني بالمشارك في هذا الزواج. ووسط حضور جماهيري وشعبي كبيرين من مختلف مديريات المحافظة، قدمت 14 عدة من عدة الشبواني رقصة العدة الشهيرة، علاوة على جلسة سمر وشعر شعبي تبار في أشعارها الشعار بين المدح والهجاء، وأضافوا للأجواء الباردة حماسا وسخونة. الفعالية الكبيرة ها هي الآن أمامنا، استقبال العدد من الوادي وضيوف الساحل، وعدتين من المكلة عدة حي الشهيد خالد، ومن الشحر عدة. التخميس هذا هو أساس العدة اللي بيش عليها العدة، التخميس هذا وبعدين تطلع الأبيات، أول عين طول من التخميس وبعدين تطلع البيت عليه خلاص يسر عليه، وهنا يكون قايد العدة جسمه كل عدة يكون لها شعر خاص بها، ولأن الشعر حاكي أحاسيس الناس، حاكي أحاسيس الناس وداخل الناس، فمحاكاة الناس تكون بلسان الشعر. مهرجان بحلة زاهية جميلة وظاهرة للتراث الشعبي الأصيل يأتي بها مطلع المطالع المتزامن مع حولية الإمام الحبشي في تجانس بديع يجتمع فيه الدين بالدنيا في مجالس السلا والشعر والدان الحضرمي. يقام في حولية الإمام الحبشي جلسات بعد صلاة العشاء تحتوي على بعض الأبحاث العلمية والاجتماعية والتراثية التي تختص بشؤون المجتمع الحضرمي. مع الوضع الحالي ووضع التأزم بلاد وكظم كثير من المواطنين بسبب الغلاء والحروب، إلا أنه فرحة كبيرة يجعلنا نرجع إلى الأمل ونتفائل، فالكل سعيد، فلا نرى أحدا في هذا المطلع المطالع سواء في الحول أو في السوق أو في أي مكان إلا وترى مبتسم ومنتعش رغم الظروف. يتمنى الكثيرون أن تتكرر مثل هذه المناسبة كل فصل من السنة وليس كل عام، لما تحمله من دلالات وتاريخ مطرز بكل جميل، وتنفرد بالتفاعل والتداخل بين الموروث الشعبي والعادات والتقاليد المستمدة من الشريعة الإسلامية.